يا سيسكو لامس 23 14 لامسها. الله يا سيسكو ما شاء الله تبارك الله. يلا يا سيسكو، يلا يا سيسكو، ايش قدامك يا سيسكو؟ والله مناطق فرفرة، تفرفر ولا ما تفرفر؟ شوفوا بالله، ايش بالله، ايش يبغى اكثر من كده؟ بالله عليكم مو مفروض الان يشق الطريق نحو ال 23 23 90 هذا المطب 23 90 مخترق ال 100 ومخترق ال 50 والان عند خط ال 14 خلاص، وهذه قمه فرعيه هنا عند 23 22 للتاكيد. المنطقه فاضيه، صحيح هي سقف بولينجر على اليوم، لكن خلاص يعني يشطح فوق البولينجر ويقلبها ويصير ايش يعني بصراحه. ايش قدامك؟ قناتين صاعده، واحده رئيسيه واحده فرعيه، ولو رسمنا سقف حتى للقناه الفرعيه هذه حتلاقي سقفها قريب ال 24 ريال. وطبعا انتم تعرفوا ال 24 كل ما قربنا منها يعني قربنا للمناطق اللي هي تكلمنا عليها في التحليل المسائي قبل كم يوم، وقلنا شوفوا المناطق الاستراتيجية اللي قريب 24 90 متوسط ال 50 على الشهري وال 25 متوسط ال 200 على ما اعتقد على الاسبوع، متوسط ال شو اسمه ده ايوه متوسط ال 200 على الاسبوع. شوفوا هذا الشارت الاسبوعي، الله يتمم له بخير. على العموم على العموم هو عند خط مهم جدا الان، وهي اهم مقاوماته منذ ان بدا الرحله من 22 ريال. ما شاء الله القنوع اللي كان يبغى يلعب على هذا الهدف تحقق، واللي حابب يخفف ويكمل في الباقي هو حر. المهم ما في، حط في ظهرك الان متوسط ال 50 22 80 كدعم، ودائما فاول خير بانك تروح قريب ال 24 بحول الله تعالى ما لم تكسر او تضعف تحت متوسط ال 50 من جديد. فسيسكو ما شاء الله مؤشراته حلوه وجميله.